بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طلاب الأعزاء، نرحب بكم في جامعة الإسراء، طلاب الهندسة الميكانيك. نكمل المقرر تاعنا إن شاء الله، المحاضرة الثالثة. نذكر فقط أن في المحاضرات السابقة ركزنا على قوانين اللي نستطيع بها حساب كميات واستهلاك المياه، ودرسنا جزئية ركزت على كيفية المحافظة على الماء وكيفية الطرق الكفيلة ب الطرق المؤثرة في زيادة استهلاك المياه. وأيضا ركزنا فقط كمان جزئية مهمة جدا كانت على الماء وكيفية طرق التحلية تاعت الماء، وركزنا أيضا على كيفية وصول الماء، وركزنا على حاجة اسمها الديزاين بيريود اللي هو المشاريع المهمة جدا جدا في تؤثر في التي تؤثر في وجود المياه ونقصها أو زيادتها. في المقابل كنا نتحدث أيضا على المجاري اللي هي الويست ووتر، وقلنا إنه المجاري هذه جزئية مهمة جدا مرتبطة بالماء وكيفية التخلص منها، نشوفه إن شاء الله مستقبلا، وكيفية الاستفادة منها أيضا. حكينا عن الووتر سبلاي اللي هو الماء اللي احنا ممكن نعالجه بسهولة لاستخدامه للشرب أو استخدامه للنبات. إن شاء الله في الجزئية هذه، الجزئية تاعت اليوم، هنركز على شيء مهم جدا جدا اليوم. بعد ما أخذنا القوانين arithmetical method و geometric method، هلا هنركز اليوم على، واخذنا المثال هذا السابق وكان مثال مهم جدا، هناخد اليوم الووتر ايش؟ consumption. consumption يعني استهلاك المياه او كمية المياه المستهلكة. يمكن هنا تصنيف classification of water consumption الى 1 domestic اللي هي 30 ل 60% من المياه هذه بتروح استهلاك محلي في المنزل او في بيتي او في البيت. وكمان عندي الصناعي اللي هو اندستريات اللي هي حوالي بوصل من 5 ل 30%، وفي التجاري كوميرسيال اللي هي حوالي من 10 ل 25%، وطبعا في ايش الجمهور بابليك من 10 ل 30%. يبقى استهلاك المياه بكون اكثر شيء في المنزل، اكثر شيء في المنزل، لانه في المنزل كل الاستخدام الغالبي الواحد بغسل بيستحم يغسل الملابس وهكذا. في التجاره برضه نسبه ليست بالقليله، في بعض الدول تصل 30% في الدول الصناعيه. يمكن احنا عندنا في الصناعه اقل، في فلسطين او قطاع غزه جزئيه الصناعه عندنا مش كبيره جدا، حتى في التجاري مش كبيره. في عندي هنا في كمان عوامل بتأثر على استخدام الماء في الحمامات، يعني في المرحاض. طبعا المناخ، في الحرارة بتكون عالي جدا جدا، طبعا أكيد بيكون استخدام الماء أكتر. كليمات، هذه كليمات معناها المناخ، المناخ اللي أنا من بين العوامل المؤثر على المرحاض، درجة الحرارة ارتفاعها. احنا بنعرف لما يكون في درجة حرارة مرتفعة البكتيريا تنشط، النظافة لازم تزيد، استخدام المياه لازم تزيد، استخدام المعقمات وما شابه، طبعا الطرف مباشرة تزداد مع الحرارة. طبعا في WC increased in short في كمان الستاندرد اوف ليفينج اللي هي ايش؟ اللي هي مستوى المعيشة. طبعا مستوى المعيشة طبعا المستوى المعيشة كل ما يزيد، يزيد استخدام المرحاض، يزيد استخدام الماء، يزيد استخدام نسبة النظافة. يهتم الإنسان بنظافته الشخصية، إذا تختلف من منطقة إلى منطقة. طبعا كمان بحكي لي هنا، بقول لي إنه الزيادة هذه السكانية، أيضا زيادة الاستخدام مربوطة بمستوى المعيشة، سايز اوف كوميتي، مستوى المعيشة. هنا مستوى المعيشة، طبعا كل ما يكون مستوى المعيشة أعلى، كل ما زيادة استخدام
الماء اكتر. طبعا الماء المقصود فيه الماء حتى يعني حتى مياه الشرب تزداد، لانه ثقافة الشعوب المتطورة انه الان هي انه الماء مفيد افيد من الاكل. يعني الماء يعني طبيا او علميا لازم الواحد يشرب اقل شيء 3 لتر ونص او 4. يعني حتى المرضى الضغط ومرضى السكر لازم يشربوا ماء اكثر ما يمكن لتعديل الضغط والتخلص من وتنشيط الكلية وهكذا. اذا ترجع على الثقافة ومستوى المعيشة. حجم المجتمع طبعا اذا كان زاد المجتمع طبعا تزداد عدد المراحيض، مرافق الصرف الصحي تزداد المرافق الصرف الصحي هنا تزداد بزيادة تحسن تحسين مع تحسين تزداد المراحل مع تحسين الوضع الصحي. يعني احنا في دول يمكن احنا ما عندناش ثقافة وجود حمامات عامة في الطريق، الثقافة عندنا ضعيفة، مستوى معيشي ضعيف، مستوى ثقافي لم يصل لمرحلة هذه المرحلة أن يترك الحمام خلفه نظيفا. في عندنا خمسة الووتر كواليتي. الووتر كواليتي اللي هي اللي هو ضغوط المياه، طبعا ضغط الماء بيزداد مع ارتفاع الضغط، طبعا أنظمة القياس الووتر بريجر وما شابه، وأيضا كمان أنظمة القياس اللي هي ميترينج سيستم اند ووتر كوست. طبعا مع طبعا الدبليو سي ينخفض مع ارتفاع تكلفة المياه. يعني بصير الواحد ايش في البيت يحاول يقتصد في الماء تاع الدبليو سي. كيف يعني؟ في عنده درجة أولى ودرجة ثانية في الاستخدام، يقلل نسبة الماء الموجودة في الدورق اللي فيه المية عند تنزيله، بحيث إنه يكون ما ينزلش 10 لتر، ينزل 8 لتر أو 7 لتر، ممكن التحكم فيها. هنا في عندي جزئية جديدة اللي هي التقلبات في استهلاك، عشان الترتيب بس، التقلبات في استخدام استهلاك المياه. هنا طبعا فلوكشن ووتر كونسبشن اللي هو اللي هي حاجة اسمها التقلب، المعدل للتقلب بتاعك في استخدام المياه طول السنة. بقول لك لا يمكن، لا يكون معدل استهلاك المي في الشتاء مثل الصيف، في النهار مثل الليل، في الصيف في فصول الصيف مش زي الخريف، مش زي الشتاء، مش زي الربيع. استخدامك في الشركات اوقات استخدام طبعا معروف في النهار، الاستخدام الاكثر في الانسان برضو في النهار. يعني في الضغط تاعت الميه البلدية، طبعا عملية الضغط وتشغيل المواتير المؤسسات اللي بتوزع المية كبلدية أو كوزارة أو حكم محلي بتكون مربوطة بالليل والنهار، مربوطة في كمية الاستهلاك، مربوطة بحاجات كثيرة. لكن بس هنا بدي لاحظ إنه لا يمكن أن يكون معدل استهلاك المية على مدار الساعة في اليوم الواحد، لكنه يختلف من وقت لآخر ومن فصل لآخر. طبعا الاختلاف طبعا أهم حاجة إيش؟ الشغل ودرجة الحرارة وغيرها من العوامل. لذا نستخدم تعبير مستوى استهلاك المياه أو متوسط استهلاك المياه أو متوسط تقلبات استخدام المياه زي ما بدك تسميها. هي غالبا Average Water Consumption اللي هي المتوسط استهلاك المياه، ويكون المتوسط السنوي لاستهلاك المياه أي مجموع ما يستهلكه على قديش؟ على عدد أيام السنة مقسوم على عدد السكان، فيكون لتر نسمة في اليوم. فهمتوا كيف؟ كمان مرة، مجموع قديش نستهلك مثلا 5000 لتر أنا مثلا استهلكت، في عدد السكان في قديش؟ عدد السكان لو قلت أنا واحد بتكلم عن نفسي، عن واحد في السنة مثلا 5000، نقول لو قلنا كل يوم 10 لتر، يعني لو قلنا كل يوم 20 لتر في 365
تقريبا 7000 لتر. 7000 لتر تقسيم 563، هذا بتعطينا ايش المعدل تاعي انا كبني ادم قديش استخدمت في اليوم كمتوسط. اليوم استخدمت 15، بكره 25، بعده 17، بعد 19 وهكذا. بقول لي هنا طبعا هناخد عليه اسئله، هذا يختلف. يختلف طبعا هنا اللتر لكل نسمه في اليوم. لتر، هاي اللتر لكل نسمه في اليوم، لتر لكل نسمه في اليوم، الرمز ده ال سي. المهم يختلف هذا المتوسط مدينه ايش الى اخرى، من قريه لاخرى، من منطقه لاخرى، ويوجد جداول توضح قيم. طبعا المعدلات توضح قيم متوسطه لهذه المعدلات يمكن استخدامها في التصميم. طبعا هنا انا بدي استغل هذه المحاضره، بدي اياكم تجيبوا البحث بسيط، كله مطلوب منكم تبعتوه هذا السؤال واجب. بدكم تحسبوه، بدكم تشوفوا قديش المعدل حسب الاحصائيات، معدل استهلاك الفرد الشخص، يعني الشخص في قطاع غزه من المي، هذا رقم واحد. اثنين، نحسب معدل استهلاك مدينه كل واحد بمدينته، يعني اللي في الشمال الشباب في الشمال يجيب المعدل، في دير البلح في دير البلح، في رفح في رفح، يجيب لي المرة الجاية بدك تبعتوا لي المعدل وتقول لي كيف انحسب، اللي هو الووتر كونسبشن ان ووتر ان ايرز على بوبليشن ضرب ايش 365 اللي هو عدد ايام السنة. يبقى في عندنا سؤالين مهمات، بدك تحسب معدل استهلاك المياه للفرد. اثنين، بدنا نحسب يا شباب معدل، تشوفوا لي المعدل الكلي لاستخدام قطاع غزة أو كل واحد منطقته للمياه، ويفضل حاب يجيب لك قطاع غزة كاملة بكون أفضل وأفضل. طبعا هذا ممكن تجيبه موجود في سلطة المياه، أو الشباب اللي بتعرف حد في البلدية ممكن يجيبوا لهم إيش بعض المعدلات السنوية. طب أنت لو ما عندك تاع السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها، إحنا تفهمنا المرة اللي فاتت كيف بدنا نستخدم عملية المقارنة بين السنة والسنة اللي بعدها، ومع معرفة زيادة السكانية بنشوف قديش الاستهلاك الكلي لقطاع غزة. بقول لي هنا يختلف هذا المتوسط مدينة لأخرى، قرية لأخرى، وفي عندي جدول بوضح قيم متوسطة لهذه المعدات يمكن استخدامها في التصميم. لا يمكن استخدام هذه القيم في تصميم المحطات والشبكات، لأنه هذه القيم ستسبب مشاكل في التشغيل عندما يزداد استهلاك المياه عن قيمة المتوسط، لذا تتواجد بعض المعدلات تستخدم في التصميم. يعني انا لهذا المعدل اللي انت بتعطيه المتوسط بخاف اعتمد عليه كثير لما اجي انا اعمل ديزاين بيريوت او كذا، بخاف انا الزياده السكانيه هذه تخربط لي كل عياري. يعني لا يمكن استخدام هذه القيمه في تصميم المحطات والشبكات على مستوى، لكن انا بستخدمها كإحصاء لمعرفة كمية استهلاك الماء. هنا برضو بس بدي أعلمني أنا اللي هو ال WC Average اللي هو التوتال في السنة، قديش بياخد مية على عدد السكان ضرب 365، كان هو أكثر كمية بياخد الحمامات. هنا ها Q Average ده تساوي WCA Average ضرب ايش بوبليشن، ماشي. هذه الكميه الكليه متر تكعيب على كذا. عندي هنا كيو في الدقيقه منت، كيو افريج ضرب 7 من 10. هنشوف برضو شوي شوي نشوف الاسئله هذه كيف تيجي. كيو ماكس مونتلي 1.2 في 10 في 1.6 كيو افريج تقريبا 1.14 كيو افريج ات هوت هوتست ايش مانث ات هوتست مانث في الاشهر اللي بكون فيها الحراره عاليه. يوزد ان ديزاين اوف بلانت يونتس. في عندي كيو ماكس تالي اللي هي 1.6 الى 1.9 كيو افريج، وتقريبا متوسط 1.8، هنا من 1.2 ل 1.4 تقريبا 1.4 اللي هو الكيو ماكس في الشهر، لكن في الكيو ماكس في الديلي تقريبا 1.8 افريج ات هوتست دي
انهوتست يعني في اليوم اللي بكون في الايام اللي يكون فيها الحراره عاليه. طبعا هنا يوزد ان ذا جراوند سترنج استراج تانكس ديزاين، وعندي هنا كيو ماكس في الساعه اللي هي 2.5 كيو افريج ات بيك هاور ان هوتست دي. طبعا بتكلم كله هذا في الاوقات اللي بكون فيها الجو ايش حار. يوزد ان ديزاين اوف، طبعا هنا كيو 2.5 كيو افريج يوزد ان ديزاين اوف نت وركس ات هاي سترونج ستورايج تانكس. يعني هنا بتكلم على الاستراج الهاي ستورايج تانك. هنشوف ان هذول شوية شوية، هنحاول ناخذ سؤال، هنحاول ناخذ قانون بعد شوي. طبعا التوقعات المستقبلية لاستهلاك المياه، في عندي حوالي 3 قوانين بدنا نتعلم منهم ونعرف كيف نحسب قديش ال WCB، قديش الحمامات بدها، قديش السكان بدهم مية حاليا ومستقبلا. لمعرفة المستقبل ومعرفة الكميات المستقبلية والحالية لكمية المياه اللازمة، عندي في المية انكريز زيادة دبليو سي اللي هي بي السكان المستقبلي على بي السكان الحالي اس ايش تومن. هذه تومن، هذه 1/8 او 0.125 ناقص 1 ضرب 100%، او ممكن اكتبها دبليو سي في يعني مستقبلا بشوف قديش بستخدم الان، دبليو سي 0 ضرب 1 انكريز الزيادة ان دبليو سي اللي هي هذه القيمة على ايش؟ على بي الزيادة على بي. طبعا شوي شوي ان شاء الله في القوانين هفهمكم اياها ونطبقها تطبيق مباشر. هذه عندي الزيادة، وهنا عندي قديش، عندي قديش هذه نسبة الزيادة وقديش بدي في المستقبل، قديش الزيادة قديش بدي في المستقبل. طب ان كيس في حالة زيادة الاستهلاك المتوسط الاستهلاك وزيادة عدد السكان مثلا، كيف بدي احسبها؟ بدي اقول التغير في عدد السكان بيساوي بي فاينل ناقص، يعني قديش هذه نسبة السكان مثلا زدنا والله قطاع غزة 6% 5%، بقول بي فاينل ناقص بي زيرو على بي زيرو ضرب 100%، اعتقد هذه عارفينها. بي فاينل ناقص بي زيرو على بي زيرو ضرب 100%، بقول والله الزيادة السكانية 6% 5%، بتلزمني في التقديرات المستقبلية انا ايش بدي. طبعا دلتا دبليو سي له ريتيو ضرب دلتا بوبليش عدد السكان، متغير عدد السكان. طيب قديش بدي يكون عندي ال دبليو سي اف مستقبلي، هاي اللي هو دبليو سي اف بهذه دبليو سي زيرو المستقبل الحالي ضرب 1 ضرب ايش التغير تاع دبليو سي عالمي، نفس القانون بس هذا للتوضيح. طيب يا استاذ ماشي. طب في حالة زيادة استخدام الانكريز تاع ايش دبليو سي، طيب يا استاذ في حالة استخدامه اللي هو احنا قلنا ال وسي ودي في السنة، هايها تعريفها قلنا هايها فوق عشان عمركم ما تنسوها، اللي هي لتر لكل نسمة في اليوم، لتر لكل نسمة في اليوم عشان ما بدناش ننسى، لتر لكل نسمة في اليوم، لتر كابيتا دي، لتر لكل نسمة في اليوم، لتر لكل نسمة في اليوم اللي هي اللتر لكل نسمة في اليوم اللي هي دبليو سي في فاينل بيساوي دبليو سي انيشال او الحالي زائد اكس ان اللي هي ال اللي هو هنا لتر كابيتي في اليوم ال سي سي. نشوف لنا سؤال بس في حالة طبعا في دول الان تطور، يعني احنا هندسيا صراحة يعني ما في المنازل بنلاقيش نظام حماية حريق، رغم انه بعض المهندسين بيحطوها في التصميم، احنا بس نحطه في التصميم المجاري والمياه بس شرب، لكن انا ممكن استغل نفس التصميم هذا بزيادة تقنيات بسيطة ومش كبيرة وسهلة، بحيث انا احمي البيت في حالة حدوث حريق استفيد من المية اللي يمكن في ابحاث كثيره في الموضوع هذا. دول اوروبا
لانه عندهم المنازل بتاعتهم غالبا خشبيه لانه عندهم البرد، ومبطنه بالخشب حتى لو تنفضوها لانخفاض درجه الحراره، فهم بيستخدموا التدفئه بشكل يعني اكثر منا، اعتبار نحن تعتبر منطقه فلسطين منطقه معتدله او شرق اوسط منطقه معتدله، فبطولوش الموضوع هذا رغم انه مهم كثير حرائق بالتل. لو كان في نظام حريق بسيط مش نظام تعب اطفاء الغاز بالثاني الكربون او كذا، لا 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 لا، باستخدام المي نفسها هذه الموجوده على البرايه، المي تاعت الشرطه، فبيعملوا نظام انظمه مختلفه بحيث الماء يكون في المطبخ يكون في كذا، بحيث لو حدث حريق انه الباب ينفتح اما اوتوماتيكي او ميكانيكي باليد، فهذا بيتحكموا في ايش؟ في المي تفتح بحيث المي تعمل عمليه اطفاء للحريق سريع قبل ما يزداد، قبل ما يزداد. طبعا هذه أنظمة في بحطوها في السقف، في بحطوها بجوار العمدان تاعت الباطون بحيث يكون خصوصا في المطبخ غرف النوم، يعني كل المنزل بكون مصمم بحيث لا سمح الله حدث حريق يتم عملية الفتح إما إلكتروني أو أوتوماتيكي أو فتح يدوي بحيث يتم عملية إيش حماية المنزل من هذا الحريق. كمية المياه المطلوبة في حالة حدوث حريق وهي كميات صغيرة، ولكن مطلوب ضخها في وقت صغير، لذا فهي عامل اساسي في التصميم، خصوصا في تصميم الخزانات وتصميم خطوط الشبكات. يعني انا ما يعني انا ممكن الحريق اللي حجمه نص متر مربع، حجمه هالقد نسبه صغيره، ممكن اطفيها بسهوله، لكن انا الان اللي بدي السرعه في التنفيذ، مش بدي لا، لكن لو كبر مشكله كبيره، لو الميه الحراره ما استطعتش اني انا اسيطر عليها معناته صارت مصيبه، صارت مشكله يا اولاد. يبقى انا هنا عندي مهمني قضية السرعة في التنفيذ في وقت صغير، فهي عامل أساسي في التصميم وخصوصا تصميم الخزانات تصميم خطوط الشبكات. طبعا توجد جداول كثير بتوضح القيم المطلوبة للحريق مع عدد السكان، ولكن في أغراض التصميم سأخذ حوالي 60 متر مكعب في الساعتين، أو 10,000 لكل 10,000 نسمة، يعني 60 متر مكعب في الساعتين لكل 10,000 نسمة. لو أخذنا السؤال هذا بقول لي في أحد المدن المستقبلية، بقول لي فورسيت a city of future population، عدد السكان 200,000 ومستقبلا بدي يزيد كمان 120,000 and the present population and WC average 220 ايش لتر لكل نسمة في اليوم، LCD لتر لكل نسمة. هذه طبعا هنا بريزنت بريديسنت البريديسيد، هذه هي التوقع او يعني او التقدير، الفوريكاست برضو توقع او تقدير قيمه، هنا ها استيميتد برضو قيمه، هنا ايجاد يعني بده هنا بقول لي توقع ايش مستقبلي بالبيانات السابقه، ايش ممكن تعمل يعني مستقبلا، قديش بدها هنقدر مستقبلا قديش بدنا مي للدبليو سي هذا. طبعا بالاعتماد على البيانات السابقه انا عندي دلتا دبليو سي اللي هي 10% ضرب ايش؟ ضرب ايش؟ ضرب دلتا بوبليشن. إذا كان هذا طبعا دلتا دبليو سي بيساوي 10% بوبليشن، نشوف عندي الزيادة من عندي من القانون تاعي الزيادة، وين قانون الزيادة؟ هي قانون الزيادة انكريز في فاينل على بي زيرو أس كومون ناقص 1 ضرب 100. طيب ماشي، نرجع هنا نحاول نطبق تطبيق مباشر. المستقبل أن عدد السكان 200 على عدد أنا آسف هنا ها السؤال هنا هو بيقول لي مستقبلا هيكون 200,000 بس هم الان 120,000، بس ملاحظه مستقبلا هيكونوا 200,000 لكن هم الان 120,000، فبقسم ال دبليو سي اللي هو بي فاينل على بي زيرو استومن ناقص 1 200,000 على 120 ناقص 1 اس 100، قديش ان الزياده في استخدام الدبليو سي؟ والله 6.6%، يعني انا لو بستخدم مثلا 50,000 لتر بدي كمان حوالي 6.6% من 50,000 بدي ازودها فوق ال 50,000.
ممكن توصل إلى 60,000 أو أقل شوي. طيب يا أستاذ، هذه التوقع. طب الـ WC إيش بده يصير فيه؟ قديش بده يصير؟ قديش بدي أنا معدل في متر لكل نسمة في اليوم؟ الـ WCF بتساوي WC0 ضرب 1 ضرب الزيادة اللي أنا جبتها 6.6% هذه يا شباب على 100 زائد 1، يعني 6.6 على 100 ايش؟ زائد 1، يبقى عندي هنا ها هذه ها 220، هنا صفر بصور معها صفر استومن اللي هي بتطلع 220 ضرب 1 زائد 6 بوينت، لانه قسمنا على 100 بصير 66 من 1000 بيساوي 200. بدي انا مستقبلا بدي يكون الاستخدام استهلاك اليومي لكل فرد في الحمام هذا اللي هو LCD تقريبا 235. لو بدي اجيب الزياده السكانيه، نسبة الزيادة السكانية طبعا تختلف، فيش طريقة ثانية، هي هذه القانون، هذا هو نفسه، هذا اللي هو دلتا بي فاينل ناقص بي زيرو على بي زيرو ضرب 100. هذا أخذناه زمان وإحنا في الإعدادي، اللي هو العدد الجديد ناقص العدد القديم على العدد القديم ضرب 100%، طلع عندي تقريبا 66، اللي هي نفس القيمة 66.67%، أو هنا 66.67%، نفس القيمة اللي هنا. هنا في خطأ بس 6.3%، هنا 6 صوبوها 6.6%. ديتا دبليو سي هاي من القانون برضو، القانون الثاني هي راحت من الصف. طيب ممتاز، هنا نرجع لسؤالنا، هنا دبليو سي اللي هو 1 من 10 ضرب عدد النسبة ايش؟ الدلتا تاع ال 6.6 بتطلع 6 بوينت ديتا بوليشن 66.67، هنا 1 من 10 كأنه قسمنا 10 6.6 عشان ديتا دبليو سي، وديلتا فاينل تطلع نفس الجواب. طبعا احنا مش مجبرين نستخدم الا القانون الاول هذا وخلاص، هذا افضل الكو في الحسابات عشان هذا 3 خطوات هذا خطوتين، ماشي. هذا بس الفقرة هذه تستخدموها فقط لا غير. انكريز ان دبليو سي البي فاينل على بي زيرو استومن ناقص 1 ونضرب في 100% بيطلع نسبة 6.6، هنا البي فاينل ناقص بي زيرو على بي زيرو ضرب 100% بيطلع 66، هحسب بالنسبة للواحد في المية قسمنا على 10 طلع 6.6 نفس الجواب، وعندي ال دبليو سي فاينل ايش؟ يساوي دبليو سي زيرو في 1 زائد دلتا دبليو سي على 100 اللي هي بتطلع 220 ضرب 1 ضرب 0.66 من 1000، بيطلع الجواب 235. طبعا انا يعني احفظ بده قانون واحد، تفهم قانون واحد فقط لا غير. انا طبعا فرضنا انه 10% دلتا دبليو سي، هذه فرض فرضناها في الاول عشان نقدر نحل. طبعا انا مش مجبر افرض هذه الفرضيه، انا ممكن احل بالطريقه هذه وخلاص، بالطريقه هذه وخلاص. طبعا طريقة بسيطة وسهلة، نتمنى أخوكم بحثين صغار حاولوا تحلوهن، ركزوا فيهن كويس، نحاول تحلوا السؤال هذا كمان مرة معاي، يعني السؤال هذا اللي احنا حلناه حلو كمان مرة، بسيط تطبيق مباشر، مش مجبر تحفظ كل القوانين اللي فوق، حاول تحفظ بس الجزئية هذه اللي فوق وخلاص، يعني هو تقريبا نفس هنا طبعا بدلالة البلويشن، هنا ممكن تحل برضه بدلالة البلويشن، لكن
اسهل في عمليه الحل. هي عندنا الراتيو وهذا المعدل، هذا صح وهذا صح والثالث صح، لو بدنا نحل بالطريقه الثالثه. نتمنى لكم التوفيق، هذا السؤال معاكم واجب هيشوفوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.